السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا المتتبعين عزيزاتنا المتتبعات لقناتنا قناة الدعم اليسير. في البداية فلا بد أن أذكركم وأذكر نفسي بالصلاة على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو اليوم يحمل عنوان نصائح أغلى وأهلى من العسل، وهي نصائح مأخوذة من كتاب أسعد رجل في العالم للشيخ عائض القرني. هي مجموعة من النصائح القيمة التي جمع وقدمها لنا الشيخ في هذا الكتاب، فنتمنى من الله أن يحسن إليه ويجعلها في ميزان حسناته. إذن سأترككم مع هذه النصائح المقدمة لكم نصيحة نصيحة، وأتمنى أن تروقكم. Thank you.
وهناك المزيد المزيد من النصائح التي لا تمل. لكن لكي لا يكون الفيديو طويلا عليكم، فأين أن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنقدم البقية إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. وقبل أن أودعكم لا أنسى أن أذكركم بأن الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.